نشوف أو نسمع من واحد من أهم لاعبي منتخب مصر على مر التاريخ، واحد من أهم لاعبي نادي الزمالك على مر التاريخ، واحد من أساطير الكرة المصرية، الكابتن الكبير كابتن فاروق جعفر، يقول لنا رأيه في هذه المواجهة الكبيرة بين مصر والسنغال. يا كابتن فاروق صباح الفل عليك، مشرف ومنور كالعادة. كريم ازيك، وحشني. ازيك وحضرتك؟ وحشني جدا. أخبار حضرتك ايه؟ خليل. تمام الحمد لله، كله بخير. طمنا بقى، انت متطمن ان شاء الله بإذن الله المواجهة القادمة؟ يعني لازم احنا نتفائل، يعني ما نروحش ما حدش يقول بقى فريق السنغال اقوى، فريق السنغال اسرع، فريق السنغال جسمه عامل ازاي واللعيبه عامله ازاي. احنا لازم يبقى احنا عندنا الفكر ازاي هنكسبهم، الدوافع معنويه ونفسيه وتكتيكيه واختيار الفرقه وطريقه اللعب. المباراه الاولى الاولانيه اللي هتتلعب هنا بشكل كبير قوي هتحدد المباراه الثانيه. وده لازم يبقى ده المهام الاول. يعني انت بتقول ال 180 دقيقه دول ما تحسبهمش 180 دقيقه، احسب كل 90 دقيقه لوحديهم. انت عايز ايه في ال 90 دقيقه الاولانيه؟ لازم تلعب، لازم تبقى مركز، لازم ما يخشش فيك هدف، لازم يبقى تشكيله الفريق بشكل لعيبه حافظه بعض والقراءه لبعضهم بشكل كويس، طريقه اللعب اللي هتلعب بيها. لعيبه خلاص خدتها في المنتخب على 4-3-3، بدانا نحفظ المهام بتاعت اللعيبه. وانا بس عايز افرق بين الدوري العام واللعيبه في الدوري العام واللعيبه اللي هتلعب في منتخب مصر واللعيبه اللي لعبت في البطوله العربيه. عظيم. انت دلوقتي بتلعب في اقوى بطوله على مستوى القاره، يعني بعد كاس العالم بالنسبه لك احنا كمصريين هي البطوله الافريقيه. صحيح. انت لعبت البطوله الافريقيه اللي فاتت كان في حاله من التشاؤم، حاله من عدم الرضا على الاداء مع انفعال اللعيبه، وان اللعيبه تبقى موجوده في البطوله وبطوله مجمعه وفي ضغط وما كانش في امكانيات. يعني البلد كان كل اللعيبه بتشتكي من الاقامه، من الاكل، من الشرب، وكنا بيبعتوا يجيبوا اكل من مصر. رغم كل ده اللعيبه مركزه في البطوله. فما اللعيبه ركزت في البطوله وبقى في استيعاب لطريقه اللعب، في استيعاب للدوافع المعنويه والنفسيه، اللعيبه دي الحاجات دي هتكتب لها في تاريخها. وده كان عنصر من العناصر الاساسيه اللي كان شغال عليها الكابتن الجوهري، الكابتن حسن شحاته الفتره اللي فاتت. كوبر كمان كان بيشتغل على دي الحاله المعنويه، لكن دي مش الحاله المعنويه لوحدها تكسبك. انت لازم يكون عندك لعيبه، عندك خبرات موجوده في الملعب، عندك طريقه لعب تناسب اداء اللعيبه ولا تناسب المنافس. لازم تلعب بطريقه ان انت ازاي تبقى نص الملعب بتاعك متواجد بشكل كبير وانت معاك الكوره، انتشار في الملعب بشكل عامل ازاي، تحضير الهجمه هيبقى بشكل ازاي، اطراف اللي عندك هتبقى موجوده. رغم ان انا كان ليا مش ليا يعني انا ليا وجهه نظر في حته احنا ما عندناش ظهير ايسر غير واحد. ما فيش قناعه ان ممكن ايمن اشرف يلعب باك ليفت، صعب جدا ان ايمن اشرف يلعب باك ليفت. ايمن اشرف من النوع القوي بيلعب بالقوه اكتر من دماغه. طرف اليمين وطرف الشمال، سرعه وقوه، وفي نفس التوقيت انت بتلعب بدماغك، ان انت بتبقى منشا لهجمه، لعيب محوري، لعيب بتأدي بشكل كويس. فانا كان ليا يعني كنت نفسي يبقى في واحد ثاني مع فتوح في حته الشمال دي. لكن عموما ما حدش يزعل من اللعيبه وما حدش، ده منتخبنا وكلنا ورا المنتخب، كلنا نساند المنتخب، حتى اللعيبه اللي ما راحتش ما تزعلش، وعندها لسه فرصه ان شاء الله كبيره، ان شاء الله نوصل كاس العالم وتبقى اليوم يبقى وصلوا لحاله فنيه كويسه يروحوا كاس العالم. هو ده كلنا بنقعد نفكر فيه، ما حدش يفكر ان احنا مثلا ايه يبقى اللعيب غضبان ان هو زعلان ما راحش المنتخب. صحيح. يبقى امنياته مش حلوه للمنتخب. لا بالعكس، ان انت كل اللعيب كان في المنتخب وما راحش ما كانش ليه نصيب ان هو يختاروه المره دي، يتصل باللعيبه ويتصل بالجهاز الفني، وانا بدعم وانا واقف وراك وانا معاكم وكلنا مصريين. هو ده الافكار اللي بنفكر فيها. احنا عندنا لعيبه كويسه جدا وعندنا يمكن احسن لعيب في العالم. لازم اللعيبه تبقى عندها الثقافه ان انا ازاي استفيد من محمد صلاح. يعني انا محمد صلاح عنده مهاره ما فيش افضل من كده، عنده السرعه ما فيش، عنده القوه، لكن هو عنده حته الدفاع مش موجوده. يعني حتى في ليفربول الدفاع مش موجود، لكن ده احسن لعيب. لما انت لازم يبقى في قائد موجود في الملعب بيسوق الفرقه للاهداف اللي هو عايزها. واحنا شفنا محمد صلاح في الفتره الاخيره لمس كره مثلا في كل مباراه 4-5 مباراه ودي طلعك كسبان. صحيح. يعني كان بيطلع الاهداف وبيجيب الاهداف. هو ده الافكار بتاعتك. تاني حاجه، انت ما تزودش، ما تديش
مثل اعباء على اللعيبه، يعني ما تجيش تقول لصلاح مثلا في كورنر علينا ارجع ورا، لا ما تقولش مثلا لفرقه فريق السنغال في اطوال في بيلعبوا كرات ثابته هي سلاحهم في البطولات في البطوله اللي فاتت دي، لا احنا لازم يبقى عندنا بقى احنا بنحضر نفسينا، واحنا قدامنا دلوقتي 4 5 ايام دايما بقى كل يوم طبعا معانا مدرب عالمي مستر كروش ان هو يفرج اللعيبه على المباريات اللي في البطوله الافريقيه. صحيح. ودي اخر حاجه احنا شفنا الفرقه دي في البطوله الافريقيه واحنا كنا بنلعب يمكن وصلنا معاهم للنهايه، هم برده كان عندهم عقبات قدام فرق كتير زينا، لكن احنا عملنا نتائج، احنا التجمع كان قليل جدا، كان مدرب لسه جديد، المدرب بتاع السنغال بقى له معاهم 7 سنين او 6 سنين موجود معاهم، انت عندك الراجل ما بقالوش دلوقتي 6 اشهر. صحيح. فانت لازم نبقى احنا مقتنعين بيه وماشيين معاه في نفس الخط. طيب. ولازم طيب. كلنا مركزين. اتفضل كابتن فاروق، عايز اسالك، حضرتك قلت تقسيم ال 180 دقيقه 90 دقيقه هنا و90 دقيقه هناك، ايه المطلوب مننا بقى في ال 90 دقيقه الاولى؟ نتعامل ازاي مع المباراه؟ خططيا نلعب بشكل متحفظ دفاعيا ونركز ان احنا نسجل هدف وما يخش فينا هدف، ولا نتعامل ازاي مع المباراه دي فنيا؟ انت نمره واحد، انت لازم تبقى عندك الناحيه الدفاعيه ونص الملعب لازم يبقوا دولت اقوى ما عندك، لازم هم دولت العناصر اللي هتثبت لك انت طول ما انت ما بتكسبش. وخلي بالك المباراه في مصر هنا هتبقى اصعب من مباراه في الدكار. المباراه في مصر هتبقى هم مقفلين لك الملعب، هم بيضغطوا عليك، هو بيطلع بقى كل قدراته مش الفنيه بقى اللي هي الانضباط في الملعب، يعني 3 موجودين في الملعب يضغطوا عليك، ما يديكش مساحات، ما يديك حريه اللي انت تستلم، ما فيش حريه ان الكرات العرضيه تقدر تعملها، يقفل على الباكين، يمسك يضغط على المهاجمين في ساعه التسليم الكوره او استلام الكوره يضغط عليه، ما ادكش فرصه ان انت تلف بالكوره. ده هو هيشتغل معاك كده في مباراه العوده، مش هيشتغل معاك كده، هيشتغل معاك زي ما انت هتشتغل معاه هنا، وعايز يهجم وعايز يشتغل الاطراف وعايز يشتغل نص الملعب وعايز الكثافه الهجوميه. انت لازم تبقى عندك الثقافه بقى وعندك الخبرات ان انت ما تيجي تلعبه من هنا ما تبقاش متسرع من بدايه المباراه ان انت عايز تجيب هدف، الهدف بيجي في ثانيه. يعني ممكن بهدف، احنا رحنا كاس العالم اللي فات بهدف، ما تنساش يعني الهدف فرق معانا. فانت لازم يبقى عندك الاداء ده، الاداء مثلا الاداء الجماعي، الهدف من الاداء الجماعي ان انا اجيب جول وفي نفس الوقت ما يجيش فيا هدف. الاستحواذ والسيطره لازم يبقى ليهم وجه، الوجه الدفاعي والوجه الهجومي. الوجه الدفاعي ان انا اقفل الملعب، لو انا بستلم الكره لازم استلم الكره وشي في الملعب، ما بقاش بستلم الكره وشي لحارس المرمى بتاع الكره تتقطع مني تعمل لي مشكله، لا دايما استلم انا وشي جوه الملعب، ودي حاجات وما لعبش الكره من جوه الملعب لخارج يعني من خارج الملعب لجوه الملعب، دي اخطر حاجه. يعني اخطر حاجه في الكوره مثلا ان انت وانت في نص الملعب وانت بتحضر وانت بتلعب باك او باك يمين او شمال وتحط الكره اللعيب في نص الملعب تتقطع، خطر ان انت بتبقى انت واللعيب اللي في نص الملعب ده في حاله هجوم. فلازم الحاجات الثقافه دي والخبرات بتاعت اللعيبه، هو المباراه دي محتاجه خبرات، محتاجه ان انت توزع الجهد بتاعك البدني، الجهد المعنوي والنفسي، التركيز في المباراه، انت محتاج ان انت من بدايه المباراه مركز ان انت عايز 3 بونت فتلعب على 3 بونت عايزهم. هو انا مش عايز اقول ماتشين، بقول ماتش، لازم الماتش الاولاني تاخد ال3 بونت وتاخدهم مستريح، يعني انت لو ربنا وفقنا وجبنا هدفين هتبقى بشكل كبير. طبعا انا بتكلم كلام يعني مش بتكلم في الملعب، انا بتكلم ك ك ك ك كواحد ليه امنيه ان شاء الله او زي اي مصري ان مصر تروح كاس العالم. لو انت جبت هدفين هنا وما جاش فيك هدف هتبقى فرصتك اكبر. صحيح. هتعمل لك احباط، هتعمل له احباط في المباراه اللي بعد كده لفريق السنغال، هيفتح لك المساحات، هيفتح لك الملعب، هيبقى المباراه اسهل. وخلي بالك التركيز تحكيميا في المباراه اللي زي دي بتبقى تحت رقابه الجديده، بيبقى ضغط على الحكام ان لازم الحكم يبقى منضبط يبقى ملتزم. واحنا عايزين نركز، احنا عايزين نركز في نجيله في الملعب ده في 90 دقيقه الاولانيين، ركز ازاي احنا نطلع كل قدرات اللعيبه. قدرات اللعيبه يعني احنا محتاجين القدرات الهجوميه، قدرات السيطره في نص الملعب، اللعيب اللي ما بيغلطش في الباص، اللعيب اللي بيستلم كويس، اللعيب اللي وشه في الملعب وبيقدر يطلع المهارات والكفاءات بتاعته لصالح الفرقه، هو ده اللي احنا بنفكر فيه. التشكيل اللي هنلعب بيه لازم التشكيل، ما فيش حاجه اسمها تشكيل ده فت وده مش فت، التشكيل اللعيب الجاهز اللي هو 100 100 وهو هينافس طريقه اللعب المدرب هو اللي هيبقى موجود في الملعب. صحيح. وده طريقه افكار المدربين. انا ما اشتغلت مدرب دايما عندي مبدا الجاهز يلعب، انا ممكن عندي احسن لعيب ومش جاهز مش هلعبه. انا عايز اكسب المباراه وهكسب المباراه باللعيب الجاهز. واللعيب الجاهز ما يكون
فت ومركز معاك وعارف انت عايز ايه ومحفظه. انا متهيألي التشكيل هيبقى ليه دور اساسي كبير جدا وطريقه اللعب، واحنا خلاص بدأنا نحفظ 4-3-3، فان شاء الله المباراه اللي جايه دي تلعب كابتن فاروق تلعب بثلاثه في النص بادوار دفاعيه زي حمدي فتحي وعمرو السوليه ولا النني، ولا في مباراه الكوره ممكن تدخل معاهم واحد بدلهم بدل من واحد من الثلاثه له ادوار هجوميه اكتر؟ لا، في ده في التطوير في ما اجي ابدل، لكن من البدايه لازم امتلك نص الملعب. عظيم. انا ما اقولش انا رايح للناحيه الهجوميه بس وهقول انا اقول عشان اكسب لازم ادافع كويس، لازم انا اكون عندي نص الملعب عنده خبره، لعيبه تقيله في نص الملعب ما بتغلطش، لعيبه بتعرف تقطع الكره امتى، تحط الكره قدام امتى، التغطيه بتاعتها والرجوع يبقى في تنسيق، انت بتلعب براس مثلث يعني اثنين، الناس اللي بتتكلم على عمرو السوليه والنني وفي قلبهم تحت حمدي فتحي، هو ده الافكار اللي انت لازم تشتغل بيها. دولت لازم دولت يبقى عندهم، هو كان المدربين هو كوبر او كابتن جوهري او حسن شحاته، التشكيل بيبقى ثابت، التشكيل في دماغه. انت عايز تطور الاداء عندك دكه كويسه قاعده ممكن تطور منها الاداء الناحيه الهجوميه الناحيه الدفاعيه لا قدر الله في اصابه، لكن لازم يبقى عندك الهيكل الاساسي للفرقه، الهيكل الاساسي للفرقه على الاقل يبقى فيه على الاقل 9-10 لعيبه موجودين اساسيين في الفرقه. ولو لا قدر الله في حد عنده مشكله، عنده لا قدر الله هو حاسس ان هو مش فيت، هو مش مركز في المباراه، ده موضوع تاني، لكن انا اعتقادي ان كل اللعيبه هتبقى مركزه ان شاء الله، زي ما الجماهير هنا ان شاء الله هتبقى مركزه في المباراه، التذاكر خلصت. انت بتتكلم النهارده الناس عايشه معاك من قبل المباراه ب 20 يوم وعايشين المباراه السنغال، وكل واحد يقول له اشوفك يوم الجمعه، لا انا مش فاضي يوم الجمعه، كل الناس عايزه تتفرج على المباراه، ان شاء الله ربنا يسهل نشوف منتخب ان شاء الله ان شاء الله. طيب كابتن فاروق انا عايز من حضرتك نصيحه للاعبي نادي الزمالك اللي موجودين في المنتخب، لاعبي نادي الزمالك اللي موجودين في المنتخب بعد كاس الامم الافريقيه، حصل الخروج من دوري ابطال افريقيا اكيد اثر عليهم بعض الشيء معنويا بكل تاكيد مع نادي الزمالك، يتخطوا هذا الامر ازاي مع منتخب مصر عشان نشوفهم كالعاده نجوم رائعين وعناصر مهمه لمنتخب مصر في المواجهه دي؟ تعرف ان اللعيب اهم حاجه عنده المنتخب، تعرف اللعيب لما يكون في اخفاق عنده وتضمه للمنتخب هتلاقيه معنويا ونفسيا افضل من اللعيب اللي هو متعود على المكسب على طول. ده عايز يثبت وجوده وعايز يقول انا موجود وانا مثلا ما كنتش موفق في بطوله معينه، لكن مع البلد لا، كلهم كل اللعيبه هتركز وكل اللعيبه هتشيل بعض في الملعب. صحيح. خلي بالك برضك انت زي ما انت بتبقى قاعد في الاستوديو وفي معاك المجموعه بتاعتك اللي بتشتغل معاك بتشيلك في حاجات، انت ممكن في لحظه تصير منك حاجه. صحيح. تلاقي الناس على طول بتفكرك هي هو ده الموجود في الملعب، هو انت مثلا مش مركز شويه تلاقي اللعيبه تركز معاك، مش موفق شويه يساندوك في الملعب. صحيح. لغايه ما يدخلوك جو المباراه. هو النهارده لما بقول مثلا لا قدر الله لعيبه الزمالك مثلا او لعيبه الزمالك خرجت من البطوله، مش معنى كده لعيبه الزمالك ما تبقاش في المنتخب، هتلاقي لعيبه اساسيه في المنتخب، هتلاقي هو افضل حاجه ان انا البس علم مصر التيشيرت بتاع مصر. لا وحضرتك بتتكلم على الركائز الاساسيه كمان على مستوانا احنا جوه البلد، نقول دوري واهلي وزمالك، لكن على مستوى القاره على مستوى العالم مصر. صحيح. لازم تركز في مصر، هي الاهم من كل الكلام ده. عظيم. كابتن الكبير كابتن فاروق جعفر أسطورة نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة القيمة كالعادة.